نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى الصيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. القافلة النهاردة بنقدم فيها كل الخدمات الطبية للمريض بشكل مجاني، من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص به، مرورا بالكشف بالعيادات. طبعا قبل ما بننزل مكان بنشوف الخريطة الصحية الخاصة بالمكان والاحتياجات الصحية الخاصة بالمكان، وإيه العيادات الطبية المتنقلة اللي هنوفرها من وزارة الصحة، إيه كمان الأدوية والمستلزمات اللازمة. بنعد المكان قبلها بوقت كافي وبنشوف الفريق الطبي المشارك والأدوية والمستلزمات اللي هنغطيها بالقافلة. موجود معانا النهارده في القافله 12 عياده تخصصيه، من ضمنها البطنه، الاطفال، الجراحه، الرمد، الجلديه، الانف والاذن، النساء، الاسنان، تنظيم الاسره. قطعت تذكره ورحت للدكتور، حولني للتحليل، تحليلين، حولني للجزء التحليل، وخدت التحليل ورحت له وكشتبلي على العلاج ورحت جبته.